هي القصة مولانا عيدها جزاك الله خير. أقول لك هو بيقول أنا اتولدت من هنا السادات مات من هنا. فبقول له الفاروق عمر رضي الله عنه رضي الله عنه ولد عمر بن أبي ربيعة الشاعر الله العرجي عمر بن أبي ربيعة العرجي العرجي وكان يغازل النساء عند الكعبة. واحدة قالت لزوجها عايزة تصلي معايا فمشى معاها لما شاف لما شافها مع زوجها انخلت رأيها قالت له تعد الكلاب على من لا ذئاب له وتتقي صلة المستنجد الله. في يوم قعد عند الرجل بيبيع عبايات فاشتكى ليه قال له ما فيش حد بيشتري ولا التجارة كاسدة فراجت العبايات بدل كل واحده تيجي تشتري العبايات قال له سبحان الله مصائب قوم عند قوم. لا هو الراجل دي اقدم طريقه لصنع الدعايه او الاعلانات. الشعر يرفع ويخفض في التجاره صح. يضع كان فيه قبيله اسمها امت الناقه. نعم. فالناس يأنفوا من هذا الاسم فبناتهم كانت تعلم فشاعر كان قوم من الأنوف والأدماء غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة. فبقت الناس تروح تناسبهم تشتري منهم ويفتخروا بكلمة أنف الناقة سبحان الله. ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة والله عليك السلام ورحمة الله. أول شيء الشيخ